مرحبا بلالا بلوس معنا في شهوة رمضان وعواشر مباركة. غادي نقدموا لكم ان شاء الله عندنا بسيطلات صغار دي ميني باستيال. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو تقريبا واحد 250 غرام ربع ديال الكفتة، عندنا واحد نص فليفلة صفراء، كذلك نص فليفلة حمراء، غادي نحتاجو خيزويا مقطعة جوليان، كذلك قريعة خضراء حتى هي كندوزوها في الحكاكة، عندنا سبانخ كنغسلوهم وقبل ما نستعملهم كنحيدو لهم العرق ديالهم بهذه الطريقه. غادي نحتاجو كذلك شويه ديال الزبده باش غادي نشحروا هذه الخضره والكفته. اما بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو شويه ديال زيت الزيتون، زيت المائده، غادي نحتاجو الملحه، الابزار، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الزعتر والقليل من الزبده، وكذلك غادي نوظفوا الورقه ديال البسطيله بطبيعه الحال هي الثومه. وغادي يكونوا هاد البسيطلات الصغار غادي يكونوا باني، معنيتها لا بانور هي كنحتاجو دقيق، البيض، وكنحتاجو لا شابلور شينواز. هاد لا شابلور شينواز كتوفر في المحلات التجاريه بما حيث اننا يمكننا نصيبوها في البيت ديالنا. كناخذوا البابه ديال الخبز وكنخليوها حتى كتيبس وكنطحنوها. طريقه في مقله، كنشحروا اولا خضروات خيزو مع القرعه، وكنديروا الزبده، كنديروا الزيت زيتون، زيت المائده والتوابل اللي سبق لي ذكرت، واحد ريزه الثومه محكوك حتى كتنزل الخضره. باش كتنزلي الخضره بسهوله كنغطيها، ما نحتاجش انني ندير الماء، اون فوا كنغطيها كتصهد كتنزل الخضره. عاد كنزيد الفلفله اللي كنكون قطعت مربعات. ملي كنشحر الخضروات كنزيد الكفته في الاخير، عاد كنزيد الكفته. ودائما الكفته ملي كنجي نضيفها على الخضروات في المقله ديالي كنديرها كنسمى اون بلوك، كيكون طرف كنلوحها هكذاك صحيحه وكنمعسها بلا سباتول ديال العود. صافي كنديو نجيب الخضره حتى كتشحر، من بعد كنخلي ضروري نخلي الحشوه حتى كتبرد تماما. عاد غادي نعمر ان شاء الله البسيطلات. بسم الله، نحطوا الورقه ديالنا وكنزيد ورقه تكون صغيره مقطعه شكل دائري. من بعد كنزيد السبانخ، ضروري نحيد الخيط كنحطها لداخل، عاد كنحط الحشوه ديالي. كندير الدقيق اولا وكنحيد الفائض ديال الدقيق غير بشويه حيت ما ملصقه الورقه حتى حاجه، وغادي نديرها بشويه في البيض، بعد ندير لاشابلوغ ديالي. ومن الاحسن انني ملي ندير هذه العمليه نحتفظ بهم في الثلاجه واحد نص ساعه تقريبا قبل ما ندخلهم للفرن. وبصحه وراحه، هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا اللي درنا باني للعمارة ديالهم بالكفته والخضره. يمكننا نديروهم طيبهم في حمام زيت او في الفرن حسب الرغبه. وبصحه والراحه.